ميدان الوثبة ليسير شوط جديد من أشواط الخير والبركة، شوطنا الخامس عشر والذي يحمل منافسات وتحديات الجعدان. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. أبدأ وأسير مع المركز الأول مع زيزوم اللي على المركز الأول، عيد بن خميس بن عامر العمريات مع المركز الأول ومع صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني وصل مناور لسيف بن علي بن حمدان الشامسي. نقلتنا التالية إلى المركز الثالث، فمن أجد الحضور والأداء الكبير من سياف سلطان بن محمد بن ذياب المالكي يتجاوز الجميع ليغير إلى الصدارة، بينما المركز الرابع ملفت لمبارك بن محمد بن فالح الشامسي، والمركز الخامس الوصول هنا في هذه اللحظات من مبهر سالم بن سعيد بن خليفة الدرعي. الله يا هذه المنافسة ويا هذه الأسماء المتقدمة. المختبر أيضا واصل ووصل أيضا في هذه اللحظات الضبية، هنا حمد بن سعيد بن محمد بالكيله العامري، بينما المركز الخامس هنا وصل فيه ضاري 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 عبد الله بن سلطان بصريدي الدرعي. واشتدت المنافسة يا مشاهدين هنا مع المختبر سهيل بن سالم باللوتية العامري. يا سلوم يا سلوم يا سلوم يا هذه الأسماء القوية، يا هذه الشعارات الكبيرة. لكني بعود إلى المركز الأول، إلى سياف، إلى سياف اللي سار اللي انطلق اللي تقدم لسلطان بن محمد بن دياب المالكي، يتقدم ويتحرك بأداء كبير، يتحرك بتحدي مثير للغاية. هنا ما بين هذه الأسماء الكبيرة والقوية، المالكي تملك الصدارة والقادم في هذه اللحظات. من وصل؟ وصل ضارية عبد الله بن سلطان بصريدي الدرعي، بينما المركز الثالث من وصل؟ وصل شاهين عيسى بن عبود بن سالم الدرعي بالمركز الثالث، بينما المركز الرابع الصيرمي علي بن عامر بن محمد البطيني يتقدم، وبراق لسلطان بن محمد بالعبد الشامسي. لكن سيوف يا سيوف على المركز الاول لسلطان بن محمد بن دياب المالكي. من الجانب الاخر، من الجانب الاخر من تسلل؟ البطيني 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 يتحرك بشعاره، يتحرك بشعاره، وتقدم براق سلطان بن محمد العبد الشامسي. هناك مع الصيرمي علي بن عامر بن محمد البطيني يتقدمون، يتحركون في منافسة الأبطال، في منافسة الأقوياء، في منافسة الأصالة. اللي وصل في هذه اللحظات واللي تحرك وصل صايب خالد بن حمدان بن غانم الفلاحي، يتحرك على المركز الثاني في هذه اللحظات، واللي على المركز الثالث هذا هو مخاصم راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. لكن الصيرمي الصيرمي صيرمي هنا على المركز الاول علي بن عامر بن محمد البطيني، ولكن التغيير، ولكن التغيير. من مخاصم؟ من مخاصم؟ من مخاصم اللي طار بالسلام؟ راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، بن مروشد يحقق الفوز والانتصار مع مخاصم. هذه لحظات الوصول، تهانينا والناموس. المركز الثاني ايضا الصيرمي لعلي بن عامر البطيني. المركز الثالث كان هناك مع صايب خالد بن حمدان بن غانم الفلاحي. المركز الرابع كان مع المركز الرابع شاهين عيسى بن عبود بن سالم الدرعي. المركز الخامس مع المركز الخامس زيزوم لعيد بن خميس بن عامر العمري. إذا تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار الجميل بالأداء الكبير. مخاصم حقق هذا الفوز لراشد بن محمد بن سعيد
بنم روشد هنا من حقق هذا الفوز والانتصار الجميل في منافسة وتحديات هذه الانطلاقة. 4:36 و6 أجزاء من الثانية، تهانينا لك على هذا الإنجاز الجميل الخاصم لراشد محمد بن سعيد بن مروشد. بينما وصل الصيرمي بالمركز الثاني لعلي بن عامر بن محمد الفطيني، والتوقيت الزمني 4:38 بالوفاء والتمام والكمال. بينما المركز الثالث فوصل فيه هناك صايب لخالد بن حمدان بن غانم الفلاحي، والتوقيت الزمني 4:38 بالوفاء والتمام، ومشكور يا سلطان على هذا الأداء المميز. بينما المركز الرابع فكان حاضر شاهين لعيسى بن عبود بن سالم الدرعي، والتوقيت الزمني للمركز الرابع هنا نشاهد معا في أداء هذا الشوط وفي هذه المنافسة الجميلة. هنا شاهين لعيسى بن عبود بن سالم الدرعي 4:42 جزءا واحدا من الثانية، هو توقيت المركز الرابع. بينما المركز الخامس كان حاضرا زيزوم عيد بن خميس بن عامر العمري، والتوقيت الزمني 4:42.7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.